الاعراض للوضع الامني في منطقه غرب افريقيا نتيجه مخلفات التعمار وكذلك الانقلابات العسكريه وغيرها، وانه ثاني المحور الثاني تطرق الى المقاربه المغربيه للامن والاستقرار، وحيث تطرق الى بعد عام وبعد خاص. تنافس دولي واقليمي، لذلك ساحيط فقط هو ان المبادره ختاما هي هذه المبادره هي مشروع مستقبلي طموح، اطار فلسفي لديناميه جديده افريقيه يرسي المغارب. الدكتور سمير سمري رئيس مركز الرياده للدراسات والابحاث، يأتي هذا اللقاء في إطار الدينامية التي يعمل عليها المركز حول انفتاح على كل ما هو علمي وفي إطار البحث العلمي. وبطبيعة الحال هذه المائدة المستديرة اليوم هي اللي المعنوانة المبادرة الأطلسية لولوج دول الساحل على المحيط الأطلسي، تأتي هو يوم من أجل دراسة هذه البادرة الملكية التي كما عودنا صاحب الجلالة انفتاح على دول جنوب الصحراء وبالخصوص على الانفتاح على إفريقيا بإكمالها، وتأتي هذه المبادرة من أجل توعية أو فتح النقاش حول هذه المبادرة سواء من حيث الأبعاد والتجليات. أحمد صالحي أستاذ كلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة، نحن نتواجد اليوم لدراسة في مائدة مستديرة حول موضوع المبادرة الملكية لولوج دول الساحل والصحراء إلى المحيط الأطلسي، وتأتي هذه المبادرة كرؤية ملكية لإعادة هيكلة العلاقات المغربية الإفريقية من جهة، وثانيا لتعزيز التموضع المغربي داخل غرب إفريقيا، وترسيخا لرؤية مغربية متميزة استمرت منذ سنوات نحن الآن بصدد استخلاص دروسها. هذه المبادرة تتناول جانبين، الجانب الأمني لمحاولة إعادة هيكلة الأطر الأمنية بالمنطقة بما يعزز الاستقرار، لأن هذه المنطقة للأسف تعاني من تحديات أمنية وتهديدات أمنية متواصلة من الإرهاب وانفصالات وحركات للجريمة المنظمة، وثانيا أيضا ترمي هذه المبادرة إلى تعزيز التنمية، وهو هذا الخيار الذي يركز عليه المغرب، يركز عليه الفاعل السياسي المغربي الخارجي من أجل تعزيز الاستقرار والتنمية بالمنطقة الأفريقية، خدمة طبعا للأفارقة شاملة ودفاعا عن المصالح المغربية في ارتباط برؤية مغربية تعتبر العمق الإفريقي عمقه الاستراتيجي. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.